الرحمن الرحيم. السيد وزير الشؤون الخارجية للمملكة المتحدة تحية طيبة. أبعث رسالتي الثانية لسعادتكم وبشكل مفصل ردا على جوابكم، وقد استغربت كثيرا من فضلكم على الرغم أنني كنت من الكثير في مساندتكم لي في محنتي، حيث جاء ردكم في مجمله بأن أرجع إلى المؤسسات المحلية المعنية بالأمر، مع العلم أني لجأت إليها في بادئ الأمر، وبعد أن استنفذت كل الخيارات المتاحة محليا لجأت إليكم باعتبار المملكة المتحدة راعية لحقوق الإنسان وبحكم العلاقة الوثيقة بين البلدين، ووجدت بأن لكم التأثير المباشر على السلطة في البحرين خصوصا في مجال حقوق الإنسان. وأود أن أشير لسعادتكم بأن المؤسسات المحلية المعنية بهذا الشأن هي في الحقيقة شريك أساسي في التغطية على إخفاقات السلطة في الالتزام بالمواثيق الدولية، وما هي إلا مؤسسات صورية غير فاعلة ودورها منحصر في تنميع صورة السلطة. وهذه المؤسسات هي 1- أمانة التظلمات، فهي لديها تفاصيل دقيقة عن حالتي عبر أمينها العلم ولم أتلقى رد من خلاله. 2- وحدة التحقيق الخاصة، لديها ملف كامل عن شكوى التعذيب والأضرار التي لحقت بي طيلة هذه الفترة تحت شكوى رقم 38/2013، فبقى الملف حبيس الأدراج دون تفعيل لمحتواه. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قمت بالاتصال بها من السجن، حتى هذه اللحظة لم يقوموا بزيارتي وتوثيق حالتي. سعادة الوزير، أنا أحد سجناء الري وأحد ضحايا التعذيب في البحرين، واسمي علي حسين الحاجي، وأعتبر نفسي نموذجا من آلاف الميناس من السجناء الذين يعانون من الانتهاكات المستمرة في حقوقهم الأساسية. قد تعرضت للاعتقال التعسفي منذ مايو 2013، حيث تم اختطافي فجرا لمداهمة شقتي عبر مقنعين مدنيين لم يبرزوا هوياتهم ولا مذكرة التوقيف ولا مذكرة التفتيش، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وإرعاب عائلتي، وتم تقييدي من الخلب وتعصيب عيني وإهانتي أمام عائلتي. ومن ثم تم اقتيادي لمكان مجهول. بدأت جلسات التحقيق دون حضور محامي ومن دون توفير الضمانات القانونية، وعملوا على انتزاع الاعترافات عبر التعذيب النفسي والجسدي حول تهم لا أساس لها من الصحة، فقاموا بإجباري على الوقوف لمدة طويلة ومنعي من النوم وعدم السماح باستخدام الحمام ومنعي من إقامة الشعائر الدينية، كما تمت تعريتي لعدة مرات وتم استخدام أدوات حادة وأدوات صلبة والركض والضرب في مواضع مختلفة من جسمي، وتم تهديدي مباشرة باستخدام الصاعقة الكهربائية في مواضع التناسلية والأماكن الحساسة. كل هذه الأساليب أجبرتني على توقيع الاعترافات على التهم المزعومة. بعدها تم إرسالي للنيابة العامة هناك لمحصر الضمانات القانونية على رأسها عدم حضور المحامي، وتبين لي أني قضيت مدة 11 يوم في غرفة التحقيق في وضع سيء لا أعلم بالوقت ولا بموضع احتجازي. وقد هددني رئيس النيابة بإرجاعي لجهة التحقيق في حال إنكاري للتهمة المنسوبة، وعلى أثره أجبرت على توقيع إفادة النيابة خوفا من مراكز الاحتجاز المرعبة. أما عن سير المحاكم فلم تتوفر لي الحقوق القانونية لسير المحاكمات العادلة، على أساس تم الحكم علي تعسفيا لمدة 20 سنوات، وقد تجاهلت هيئة المحكمة دعاوي التعذيب الموثقة التي قدمتها عند الجهات المحلية التي طلبت مني سعادة الوزير اللجوء إليها، وتم إيداع السجن لقضاء المحكومية. وبقيت طوال الـ5 سنوات الماضية أعاني صحيا من تداعيات المرحلة السابقة أثناء الاعتقال والاحتجاز، وحتى بعد دخولي السجن حيث تمثلت الانتهاكات التي أشرت إليها وما أن حدثت قضاء المحكومية، حتى تعرضت كذلك للتعذيب على أيدي ضباط من السجن في فترات متفرقة طيلة الـ5 سنوات الماضية، وتمثلت معاناة الضحية في آثار التعذيب والإهمال في العلاج. تلك الآثار لاحقا وبعض تلك المعاناة هي كسر في الأنف، ضرر في الأذن اليسرى، تلف في الأوعية الدموية في الجهاز التناسلي، وتلف كامل في الأسنان في الفرق السفلي. سعادة الوزير، إن المسؤولين البحرينيين الذين طمأنوك بأن الرعاية الصحية حق مكفول لكل السجناء، هل تعلم بأني اضطررت لأن أضرب عن الطعام لكي ألفت انتباههم لمعاناتي الصحية؟ وقد سبق ذلك الإضراب مطالبات ومراسلات كتابية وصوتية لكل الجهات المعنية المسؤولة في وزارة الداخلية وإدارة السجن، ولم ألقى إلا التجاهل، بل تعرضت للمسائلة والعقاب عبر تجييف السجن الانفرادي وإهمال علاجي ومتابعتي خلال الإضراب. ف
فهل من المعقول يا سعادة الوزير أن تظل بحالة الصحية في ظل اهتمام المسؤولين بتوفير الرعاية الصحية للسجناء كما يدلون بأن نقوم بالإضراب طوال هذه الفترة والتي بلغت 75 يوم كي أحصل على العلاج؟ وإذا كان هذا الحق مكفول فلماذا إذن الإضراب إذن؟ ومع تلك المماطلة من قبل المسؤولين والوعود الكاذبة إلا أنني جمدت إضرابي بعد 75 يوم نظير وعود قدمها المسؤولين في السجن، وحتى اليوم وبعد 3 أسابيع من تجميد الإضراب لا أجد مفاعيل لتلك الوعود ولم يتحقق منها شيء ملموس. سيدي الوزير، لقد بلغني بأنكم ستلتقون مع المسؤولين في البحرين خلال زيارة رسمية تقومون بها لبلدي البحرين، لذا أرجو منكم أن توصلوا رسالة الإنسانية إليهم بضرورة الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتوفير الحقوق الأساسية للسجناء وعلى رأسها الرعاية الصحية ووقف الانتهاكات المستمرة ومحاسبة المسؤولين. فهناك الكثير من السجناء الرأي في البحرين حياتهم معرضة للخطر نتيجة حالتهم الصحية والتعمد في تجاهل احتياجات الصحية وتوفير الرعاية الكافية. لذا أطالبك يا سعادة الوزير للقيام بمزيد من الضغط على المسؤولين في البحرين بما يمليه عليك واجبك المهني والدور الرياضي للمملكة المتحدة في هذا المجال لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما وإني وبشكل شخصي أحملك يا سعادة الوزير جزءا من المسؤولية والشراكة في الجريمة في حال تدهور حالة الصحية، حيث جاء ردك السابق كتغطية على حقيقة ما ترتكبه السلطة في البحرين من تجاوزات في حقوق السجناء وحقي شخصيا وهو عدم حصولي على العلاج. وختاما أتمنى لك يا سعادة الوزير إقامة سعيدة وزيارة ناجحة في بلدي البحرين خلال نهاية هذا الأسبوع، ولكن أرجو أن تتذكر حين استعدادك للتصوير في نهاية اجتماعك مع المسؤولين بأن هناك آلاف من السجناء السياسيين قابعين في سجون البحرين ويعيشون العذابات بشكل يومي. علي حسين الحاج، سجن جو